السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. والليلة دي ليلة 26 وبكرة ليلة 27 ومبارح كان ليلة 25. اتكلمنا مبارح عن ليلة القدر وقلنا هنكمل النهاردة الكلام عن ليلة القدر، لأن كلام مهم جدا وكلام يعني في قمة الأهمية. ربنا يا رب يجمعني وإياكم على الخير دائما ويغنمني وإياكم ليلة القدر ويفرج هموم المسلمين أجمعين ويفرج هم إخواننا في سوريا ويرزقنا الأمن والأمان في بلدنا الحبيبة مصر رب العالمين، ويعوض على شعبنا الطيب الجميل ويكرمه كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. كلمنا مبارح في عدة أسئلة مهمة جدا ونقاط في غاية الأهمية. قلنا أول سؤال، هل ليلة القدر مكافأة ربانية؟ يعني هل هي مكافأة من عند المولى عز وجل؟ وتكلمنا فعلا أنها مكافأة ربانية لمن يعمل ويكون عبدا لله سبحانه وتعالى طوال العام، ربنا بيكرمه بهذه المكافأة من باب يعني الإكرام والمكافآت التي تكون في عقب أو الطاعة وتكون أيضا بفعل الطاعة. فليلة القدر مكافأة ربانية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر. كان السؤال الثاني، إيه هو فضل ليلة القدر؟ وتكلمنا في عجالة سريعة قلنا إن ليلة القدر ليلة مباركة، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قلنا إن العمل فيها خير من ألف شهر، ما قلناش بألف شهر لأن الآية بتقول ليلة القدر خير من ألف شهر، وأبهم المولى عز وجل الجزاء، لأن جزاء ليلة القدر صدقوني والله العظيم مفاجأة لن نعلم قدرها إلا يوم القيامة حين نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، زي ما بعض الأشياء ربنا خبأ أجرهم لأن عقل الإنسان لا يستوعب، زي الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم قد إيه بغير حساب، إلا الصوم برضو الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، نفس الحكاية ليلة القدر خير من ألف شهر. فمن عفى وأصلح فإيه فأجره على الله. الإنسان لما يعفو إيه القدر أو إيه الأجر اللي ممكن يتحصل عليه من مسألة العفو؟ والله ما حد يعرف، فأجره على الله. فلما الملك سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض بيقول لك الأجر علي، فلك أن تتخيل بقى فاطر السماوات والأرض هيعطيك إيه سبحانه وتعالى. يبقى هي ليلة مباركة العمل فيها خير من ألف شهر. الحاجة الثالثة أن هي بتكتب فيها مقادير الخلائق من ليلة القدر ديت لليلة القدر السنة الجاية، يعني المقادير بتاع حضرتك والمقادير بتاعت حضرتك هتكتب في ليلة القدر لحد إيه السنة الجاية. هيتكتب هيجيلك قد إيه رزق وربنا هيرزقك بولد ولا لأ، وإذا كان يعني ربنا هيكرمك بتفوق أولادك، إذا كان ربنا هيكرمك بكذا، إذا كان في بلاء كذا، إذا كان في كذا، كل ده يشفع له بفضل الله سبحانه وتعالى الصيام ويشفع له العمل الصالح. فهذه الليلة المباركة لما يكتب فيها مقادير العباد يشفع لنا العمل الصالح، لتكتب أجمل وأعظم مقادير يقدرها المولى عز وجل على عباده. الحاجة الرابعة، قلنا إن من قام ليلة القدر كما ورد عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألف مليون مبروك، صحيفة حضرتك بقت بيضة ما فيهاش ولا ذنب، وصحيفة حضرتك بقت بيضة ما فيهاش ولا ذنب. قلنا السؤال اللي بعديه، هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة ولا هي لكل الأمم؟ كل أمة كان لها ليلة قدر. ذهب الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن ليلة القدر خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده ورد فيها أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فارسا من فرسان بني إسرائيل أخذ سيفه وذهب وجاهد ألف شهر، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كأنه تقاصر أعمار أمتي وزعل جدا، فقال يا رب أعمار أمتي قصيرة وأعمالهم قليلة، فأكرمهم المولى عز وجل بليلة القدر، فأنزل المولى عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر بتاعت الفارس ده اللي راح يجاهد في سبيل الله، إكرام من المولى عز وجل لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة كما أخبر المولى عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد
بإسناد حسن: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وكما يقول عند أحمد بإسناد صحيح قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. يبقى 30 أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وثلث الجنة تتوزع على 69 أمة سبقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة قلناها مبارح: لماذا رفع العلم بليلة القدر؟ ليلة القدر كان النبي عارفها، وجبريل عليه السلام نزل وقال له: يا رسول الله، ليلة القدر ليلة كذا. والحديث رواه البخاري، والنبي خارج فرحان جدا جدا لينقل البشر للأمة. وكم نقل النبي صلى الله عليه وسلم من بشريات لأمته صلى الله عليه وسلم، فخارج عشان يبشر الأمة ويقول لهم ليلة القدر ليلة كذا. فجأة لقى 2 من الصحابة بيتشاحنوا وبيتصارعوا بيتخانقوا مع بعض، فرفع العلم بليلة القدر بشؤم التشاحن وبشؤم الخصام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم: إني كنت قد علمت ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها، فرأيت فلانا وفلانا يتشاحنان فرفعت ليلة القدر، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بقى النهاردة ونختم موضوع الكلام عن ليلة القدر. أكيد في ناس كتيرة بتقول: الله، طب احنا عايزين نعرف ايه هي العلامات بتاعت ليلة القدر، أكيد في علامات معينة نفسنا نعرف، بحيث ان احنا يعني عايز اقول لكم بداية، هي العلامات بتاعت ليلة القدر مش هتنفعكم قوي. ليه؟ لسبب بسيط جدا، لان انت ما بتعرفش علامات ليلة القدر الا تاني يوم الصبح، يعني بعد ما بتكون ليلة القدر عدت خلاص. انما انت بتعرفها بس من باب ايه؟ ان الفرحة ان انت عملت خير في الليلة اللي فاتت دي، فانت فرحان ان ربنا وفقك ان انت قمت ليلة القدر. اما ليلة القدر فلها علامات. ايه هي العلامات؟ هنذكر 4 علامات بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. العلامة الاولى ان الشمس في تاني يوم، يعني ليلة القدر مثلا لو كانت مثلا ليلة 25، يبقى في الصبح بقى بعد ما الناس بتصلي الفجر والشمس تشرق، الشمس في اليوم ده بتشرق لا شعاع لها، صافية جميلة قوي قوي كده وواضحة كده وصافية، ما فيش لها شعاع ولا حرارة. طيب ادي العلامة الاولى. ايه الدليل عليها؟ حديث رواه مسلم عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، ما لهاش شعاع خالص. خد بالك، دي العلامة الأولى لليلة القدر. العلامة الثانية أنها ليلة لا حارة ولا باردة، جوها كده معتدل جدا ربيعي وجميل، لا فيها حر. انت عارف في ليالي بتبقى يقول لك رغم ان احنا بالليل بس الليل مكتوم قوي، مفيش نسمة هوا، مفيش محدش حاسس بان في هوا جاي كده، والناس قاعده مخنوقه مش عارفه تتنفس، يا اما قاعدين في مكيف يا اما في مروحه، رغم انهم بالليل مش بالنهار. فليله القدر مش كده بقى خالص، ليله القدر فيها نسمه كده جميله قوي، لا هي حر ولا هي برد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطيالسي بسند صحيح قال: ليله القدر ليله سمحه طلقه، سمحه طلقه، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. الشمس بتاعتها في الصبح تلاقيها حمراء كده وضعيفة، ما فيش شعاع ما فيش حر. يعني ايه؟ عارف حضرتك لما تقف في الشمس تحس ان الشمس بتلسع وشك. في ليلة القدر بقى الصبحية، واخد بالك، صبيحة ليلة القدر، الشمس هتعملش كده، الشمس تلاقيها حمراء والإشعة بتاعتها ضعيف قوي قوي قوي، فتلاقي مفيش حر مفيش إحساس بلسعة الشمس. دي صبيحة ليلة القدر. رقم 3، ليلة القدر ليلة مطر وريح. يعني إيه؟ يعني لازم المطر تمطر ولازم يبقى فيه ريح؟ لا مش كده، إنما هتلاقي فيها نسمة هوا كده مبللة كده برذاذ الماء، تحسها، تحس ان الليلة كده رطبة. لو انت وقفت في بلكونة ولا وقفت في اي مكان كده، سواء تسيب التراويح والتهجد وتقف في البلكونة عشان تشوف ليلة القدر، هتضيع عليك ليلة القدر. يعني لو حبيت تخرج كده برة 2 3 ربع ساعة تتهوى كده وتبص في السماء، تحس ان في سكون عجيب جدا وهدوء عجيب جدا، والليلة لها حرة ولا هي باردة، وتلاقي نسمة هوا كده مبللة كده برذاذ الماء. خدت بالك؟ يبقى ليلة مطر وريح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في صبيحة ليلة القدر كأنه يسجد في ماء وطين. تصبح الصبحية حبيب قلبي تلاقي الأرض بتاعت الأرض اللي قدام بيتك، الأرض اللي في الشوارع، تلاقي الأرض كده إيه؟ كأنها مندية.
مش عايز اقول غرقانه ميه، لا مش غرقانه ميه، كانها منديه، تحس ان التراب مندي، تحس ان الاسفلت مندي. دي علامه من علامات، لان الليله اللي فاتت دي كانت ليله القدر. العلامه الرابعه والأخيرة أنها لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. ليه؟ لأن ربنا قال كده، السلام هي حتى مطلع الفجر. لحد يمرض في الليلة ديت، ولحد يحصل له حاجة وحشة في الليلة ديت، ولحد يحصل، حتى لو ربنا قدر عليه ابتلاء يكون من بعدها، من بعد فوات الليلة ديت. يعني الليلة دي لو قدر الإنسان ابتلاء معين ما يشوفوش في الليلة ديت، يتكتب في الليلة ديت، لكن يشوفه في ليلة تانية أو في يوم تاني. فهي سلام هي حتى مطلع الفجر، لا يرسل فيها أي شيطان ولا يحدث فيها أي داء. يبقى ديت علامات ليلة القدر. طيب وافقنا ليلة القدر، إيه الدعاء اللي هندعوه؟ كلنا عارفين طبعا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وربنا يجزيها عنا كل خير، لأن هي اللي سألت وإحنا عرفنا الدعاء من سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ إيه الدعاء اللي أنا ممكن أدعيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إحنا اتكلمنا في موضوع ده قبل كده كتير، لكن برضو لمن لم يشاهد هذه النقطة برضو نقولها له في عجالة سريعة، إن العفو أعظم وأبلغ من المغفرة. ممكن النبي يقول لها قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي، اللهم إنك تواب تحب التوبة فتوب علي، لكن لا، قال إيه؟ قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليه؟ قال لك المغفرة يعني إيه؟ المغفرة يعني الستر، يعني أنا لو قلت يا رب اغفر لي يعني استر لي ذنبي، فربنا يستر لي ذنبي، لكن يوم القيامة هلاقي الذنب مكتوب في الصحيفة، بس مكتوب جنبه ايه؟ يعني يتقال فلان الفلاني بص البصة الفلانية دي كانت بصة حرام وجنبها بس تاب منها. خدت بالك؟ يبقى انا لما توب يتكتب الذنب ويتكتب جنبه ايه؟ ان انا توبت. فربنا يوم القيامة يعاتبني ويحاسبني وما يعاقبنيش. واضح؟ دي المغفرة اللي هي حديث النجوى كما عند البخاري، أن المولى عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي. طبعا بقى مشكلة أن ربنا يذكره بكل ذنوب، دي مصيبة. فحتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول سبحانه وتعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. بس بعد إيه بقى؟ بعد ما يعني وقف بين يديه بقى، شوف بقى كم سنة، واخد بالك؟ ويسأله عن كل ذنب في اللحظة الفلانية، بصيت البصة كذا، وفي اللحظة الفلانية غمست بعينيك، وفي اللحظة الفلانية قلت كلمة كذا، لحظة بلحظة لمدة مثلا 50-60 سنة، ده عذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من نوقش الحساب عذب. هو اوعى تفتكر ان لما الناس، في ناس هتخش الجنه بغير حساب ولا عذاب، 70,000، والنبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه جل وعلا فقال فاعطاني مع كل 1000 70,003 حثيات من حثيات ربي، نعمه كبيره جدا. فدخول الجنه، واحد يقول لك طب ايه يعني لما اخش بعد ما اتحاسب؟ اما اتحاسب واخش الجنه. فالنبي بيقول لك لو هتتحاسب بس، حتى لو كنت داخل الجنة هتتعذب، لأنك واقف بين ايدين ربنا بيذكرك بكل ذنب عملته صغيرة أو كبيرة أو أي حاجة، واخد بالك؟ من يوم ما كلفت لحد ما مت، ده عذاب. من نوكش المحاسب، من نوكش الحساب عذب، ده رواية البخاري. من نوكش المحاسبة هلك، ده رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح. فنعمة كبيرة قوي ان انت تخش بلا حساب ولا عذاب. فالمغفرة ان ربنا سبحانه وتعالى يستر ذنبك لكن هيحاسبك عليه، بس مش هيعاقبك، مش هيعذبك بيه، لان انت تبت خلاص. اما لو ربنا عفى عنك، خد بالك بقى، يؤمر الملائكة تمسح الذنب من اصل الصحيفة، فلما تيجي يوم القيامة لا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. الله، شفت بقى نعمة العفو. وانا ذكرت لكم مثال بسيط جدا من كام يوم، ذكرت لكم مثال ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء من السميع البصير. مثال مدير شركة وكلف موظف من الموظفين يروح يخلص له موضوع معين، خسر الشركة 5,000,000 جنيه. فتاني يوم بيقولوا له روح قابل المدير، داخل على المدير طبعا متوقع المدير هيرفضه أو ويدخله السجن مثلا. فأول ما دخل على المدير، فالمدير قال له شوف أنت عملت مشكلة كبيرة جدا، خسرت الشركة 5,000,000 جنيه. طيب على العموم أنا كل اللي عايز أقوله لك
انت عشان انت موظف محترم وانسان كويس وتاريخك ابيض عندنا، فانا مسامحك في الموضوع اللي انت عملته ده، بس هتفضل الصحيفه دي اللي تثبت ان انت خسرت الشركه 5 مليون هتفضل موجوده عندي في الدرج، كل فتره هفكرك بيها. ده اسمه ايه؟ اسمه مغفره، يعني الذنب لسه موجود بس هو هيفكروا بيه، وهو سامحه خلاص يعني. اما لو قال له ايه، انت موظف كفء وانسان محترم ونظيف وتاريخك عندنا جميل جدا، وانت عملت مصيبه كبيره خسرت الشركه 5 مليون، لكن عموما تاريخك السابق كله يغفر لك كل اللي انت عملته ده، فعموما انا مش هعاتبك ولا هحاسبك، وادي الورق اللي يثبت ان انت خسرت الشركه كمان، خده واحرقه بنفسك. ده اسمه ايه؟ اسمه عفا عنه. تعالوا نكمل مع بعض فضل ليله القدر والدعاء في ليله القدر، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. لما نقرا في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين، رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتدينا الحكاية، نعيش بالقلوب مع كل آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. الحقيقة في ناس كانت متصلة دلوقتي عاملة مداخلات في التليفون في الكنترول جوه، بيقولوا معلش النور كان مقطوع فما عرفناش علامات ليلة القدر. هنقولها لكم في عجالة سريعة ونكمل موضوعنا. علامات ليلة القدر قلنا 4 علامات وهنقولهم بسرعة معلش عشان نكمل الموضوع. قلنا العلامة الأولى إن الشمس بتبقى في صبيحة ليلة القدر لا شعاع عليها، بتبقى حمراء ولكن ما فيش شعاع، ما فيش حرارة، يعني ما هياش بتلسع الإنسان أو تحس بالحر، لا تحس ان هي مجرد بس ايه يعني حاجه كده حمراء منوره وخلاص يعني. ده اول علامه. العلامه تقول زيك النبي عليه الصلاه والسلام كما عند مسلم عن ابي بن كعب انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع عليها. والعلامه الثانيه انها ليله لا حاره ولا بارده، لا فيها حر ولا برد. والدليل على ذلك حديث الطيالسي باسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، حمراء كده وما فيهاش إيه، ما فيهاش قوة الحرقة أو الإشعاع بتاعها. الحاجة الثالثة أنها ليلة مطر وريح، مش قلنا برضو مش معناها أن إيه أن هي طول الليل بتمطر وكده، إنما تلاقي فيها يعني الرياح الهواء فيها كده جميل كده وتحس فيه برذاذ مية، ولذلك تلاقي الصبحية تلاقي الأرض كده تحس أنها كأنها مبللة، مش لازم يكون فيها مية يكون فيها مية مغرقها، لا لا تحس أن المية الأرض مندية. دي من علامات ليلة القدر. والعلامة الأخيرة أنها لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء، كما قال جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر. كلمة بعدها عن دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عايزين آخر نقطتين مهمين جدا جدا عشان نبقى لمينا موضوع ليلة القدر في الحلقة بتاعت امبارح والحلقة بتاعت النهاردة. وأتمنى خشوا على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، راجعوا الحلقتين دولت وشوفوا علامات ليلة القدر كده، وعشان بس نبقى كل سنة عارفين ليلة القدر إيه علاماتها. طيب في نقطة مهمة جدا، إيه موانع المغفرة في ليلة القدر خاصة وفي أي ليلة من ليالي الخير عامة؟ يعني إيه الحاجة اللي ممكن لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى يحرمني من المغفرة في هذه الليلة المباركة؟ رقم 1 الشرك بالله. قال جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من الشرك. لو إن إنسان وقع في الشرك طبعا لا يغفر، لو إن خلاص هو إيه أشرك فخرج، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، ودي إن شاء الله بعيد عنا كلنا. الحاجة الثانية ودي مشكلة كبيرة قوي، في ناس والله ما بتاخد بالها منها، أخوك الوالدين يلي رايح تصلي التراويح وراجع بعد كده هترتاح نص ساعة، وبعدين قايم بعد كده تقرأ قرآن، وبعدين رايح تاني التهجد وعمال وتعب نفسك ويعني ومش شايف قدامك من التعب، لو أمك غضبان عليك والله العظيم عملك مردود عليك. أنا بقولها لك والله مش من عندي، ده من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. أول واحد في الثلاثة دولت صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة، لا يقبل منه صلاة 5 ولا يقبل منه قيام ليل. مين ده؟ طبعا بالنسبة لكل العبادات مش الصلاة بس. يعني مين أول واحد؟ قال العاق الوالدين. يا شباب أبوس إيديكم
بوسوا ايد امك وابوك ورضوهم. وانت رايح تصلي التراويح وانت نازل دلوقتي هتصلي كمان شويه التهجد، ابوس ايدك، اتصل بامك راضيها. لو كانت جنبك بوس ايديها وراضيها، خليها تسامحك، خلي امك وابوك يرضوا عنك. لو كنت مزعلهم صالحهم، ولو كنت مش طايلهم انت ببلد وهم ببلد، اتصل وقول لهم كلمه حلوه علشان ربنا يقبل منك ليله القدر. والا اقسم لك بالله ان لو كنت عقل والديك مزعل امك ومزعل ابوك ومبيتهم دمعتهم على خدهم، لا ينفعك لا تراويح ولا تهجد ولا قيام ليل ولا اي عباده خالص، لان النبي اللي قال كده. فخد بالك دي من موانع المغفرة، وناس كتيرة مش واخدة بالها. يقول لك الحمد لله رب العالمين ملتزم وبصلي التراويح والتهجد وما شاء الله ختمت القرآن 10 مرات في رمضان وهنروح نعتمر واوا، وأمه طول الليل بيتها تقول منك لله. ده اللي زي ده ربنا يغفر له ازاي؟ خد بالك أخويا الله يبارك فيك، ما تضيعش تعبك، ما تضيعش عملك. يبقى الحاجة التانية من موانع المغفرة عقوق الوالدين. الحاجة التالتة فساد ذات البين والشحناء، الخصام اللي النهاردة بقى عامل زي الهواء اللي بنتنفسه. أي حد يقول له واحد كلمة أدي عارف الذر اللي هو النمل الصغير، لو واحد قال له واحد همسة كده فمزق خلاص قلبه سود قفل منه، مش عايز يشوفه، مش عايز يعرفه، مش عايز يكلمه. ده اسمه في الإسلام عندنا اسمه فجور، ده في المصطلح الشرعي ده إنسان فاجر. واخد بالك في مصطلح الشرع كده، مش انا اللي بقول الكلام ده، النبي عليه السلام بيقول على الانسان اللي لمجرد تقول له كلمه خلاص خصمك وقفل وما قال واذا خاصم فجر. لما تيجي تصالحه يقول لك ما بتصالحش، تيجي تحاول تهديه ما بيهداش، تيجي تحاول تفتح قلبه وانت ممكن تكون قلت كلمه مثلا في لحظه زلت لسان، قلت كلمه ما قصدتهاش، قلت كلمه مش عارف ايه، لا يمكن، خلاص هو قفل. ده اسمه في الاسلام فجور، ويوصف هذا الانسان بانه فاجر. ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. فمن ضمن أسباب أو من ضمن موانع المغفرة في ليلة القدر أن يكون إنسان قلبه مسود. ربنا يا رب يعافينا يا رب من سواد القلب يا رب، ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب، يرزقنا قلوب بيضاء مسامحة ومتسامحة. آمين يا رب العالمين. اني مش 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 حاجه وحشه في حقي يا اخي لما اقول، لما تقول لي سامحني اقول لك سامح قسم من قدري، يقول لي اصل الناس بتفهم الناس غلط وانا لو تسامحت هيعملوا مش، يا سيدي والله العظيم ما هيعملوا في حاجه، ما النبي كان بيتسامح، ورغم ذلك هو سيد ولد ادم شام في جبين التاريخ صلى الله عليه وسلم، ولم ينقص ذلك من قدر النبي اي شيء صلى الله عليه وسلم. ده هو اللي بيقول وخيرهما الذي يبدا بالسلام. فمن أسباب الحرمان من المغفرة التشاحن. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. بالله عليك يا أخي المسلم وبالله عليك يا أخت المسلمة، لو مخصمين حد وإنت عارف أنه هو ممكن ما يقبلش قوي، يعني إن شاء الله حتى رسالة بتليفون اتصل عليه، ابعت له حد قول له يا اخي فلان بيصالحك يا اخي، لو انت يعني حاسس ان هو انسان يعني جلف وصعب ومش سهل ان انت تكلمه، ابعت له حد قول له فلان يا اخي بيصالحك. طلع نفسك انت من المشكله ديت، وهو لو مش عايز مش راضي بالصلح ده خليه هو يعني يلبس المشكله دي بقى ويقع هو في الخصام، وهو اللي يحرم من مغفره في ليله القدر. اما انت اوعى تخاصم حد، اوعى تخاصم حد. اما اذا رحت تصالح حد هو رفض ان هو يصالحك، خلاص انت خلصت ضميرك امام الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك لو مش عايز تحرج نفسك ان شاء الله حتى برساله في الموبايل وربنا يتقبل رب العالمين. رقم 4 من اسباب الحرمان من المغفره في ليله القدر، يبقى قلنا السبب الاولاني الشرك، الحاجه الثانيه عقوق الوالدين، الحاجه الثالثه افساد ذات البين والشحناء، الحاجه الرابعه الاصرار على المعاصي في هذه الليله المباركه. معقوله في واحد في ليله القدر هيروح يشرب خمر؟ معقولة واحد في ليلة القدر هيروح يفعل الفاحشة؟ معقولة واحد في ليلة القدر هيقضيها كلها على القهوي؟ معقولة؟ طب ده عايز مغفرة ازاي؟ واحد قاعد عمال بيكركر طول الليل من بعد العشاء لحد الفجر وبيقول اللهم انك عفو تحب انا حوار يعني ايه مش متخيله يعني، وعمال بيشرب وعمال اللهم انك عفو تحب العفو. طب المغفره تيجي ازاي؟ طيب ده انسان بيجاهر ربنا بالمعصيه سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي بعده سؤال برضه جميل جدا، ايهما افضل ليله الاسراء ولا ليله القدر؟ سؤال جميل جدا جدا وسؤال عايز ذكاء، كان نفسي اعمله مسابقه بس مش مشكله. ليله القدر
أفضل ولا ليلة الإسراء والمعراج؟ بنقول ليلة الإسراء والمعراج أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت إكرام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر خير للأمة. زي كان في سؤال مقارب لدوت، كانوا يسألوا أيهم أفضل، أمنا خديجة ولا أمنا عائشة؟ فقالوا أمنا خديجة كانت أفضل للنبي، لأن هي اللي وقفت جنبه في بداية الدعوة، وأمنا عائشة أفضل للأمة لأن هي تعلمت 9 سنين على إيد النبي وقعدت تبلغ الدعوة 47 سنة. قال بعض العلماء وما كان أفضل للنبي فهو أحب إلينا، خد بالك. لكن أما في أمر العبادات، ده بالنسبة لتفضيل الأشخاص، إنما في أمر العبادات فليلة الإسراء كانت أفضل في حق النبي، وليلة القدر أفضل في حق أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة، وده السؤال برضو مهم جدا ونختم به إن شاء الله، كيف نفوز بليلة القدر؟ سؤال مهم جدا، عايز أفوز، عايز الخلاصة، عايز أفوز بليلة القدر، أفوز بها إزاي؟ برضو 6 أسباب. 6 أسباب. رقم 1، استعن بالله، قول يا رب، يا رب وفقني ليلة القدر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وتأكد والله ما حد هيفوز بليلة القدر إلا إذا ربنا كان مقدر له إن هو يفوز بليلة القدر. فاسأل ربك الذي يملك ليلة القدر والذي يملك الخير كله سبحانه وتعالى، قول يا رب أعني على ليلة القدر، غنمني ليلة القدر. وعايز بقى تكون ذكي قوي قوي، واحد صاحبك بتحبه، ناس من الأمة المسلمة بتحبهم، فهم بالك، قمت تقول إيه؟ يا رب غنم إخواني اللي حواليا دولت ليلة القدر. تخيل حضرتك لو واحد دلوقتي في الحرم، ويا رب غنم اللي في الحرم كلهم يا رب ليلة القدر، فالملك يقول آمين ولك بمثل. طب تخيل بقى واحد بيوسع دائرة، بقول دلوقتي يا رب غنم كل أمة النبي محمد ليلة القدر، الملك دلوقتي بيقول آمين ولك بمثل. أول حاجة الاستعانة بالله. الحاجة الثانية، العلم بفضائل ليلة القدر، وقد ذكرناها في الحلقة الماضية وذكرناها في الحلقة دي بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة الثالثة، الأخذ بالأسباب وتلمس ليلة القدر. قلنا يا جماعة ان النبي امرنا ان احنا نلتمس ليلة القدر في 10 الأواخر في الوتر منها. عايزك بقى تخليك ذكي، قول اصل الليلة دي ليلة 26 ننام، وبكرة ليلة 27 نقوم. اقول لك خد بالك، لا قدر الله افترض ان التقويم كان في حتة غلط، يعني كان في يوم قبل يوم او يوم بعد يوم، خد بالك، يعني ممكن ليلة 26 دي تكون هي 27، وممكن تكون 27 هي ليلة 28، وممكن يكون العكس، خد بالك. فخليك ذكي، اجتهد في 10 الأواخر كلها عشان ربنا يغنمك ان شاء الله. اخر حاجة عشان ما نطولش على حضراتكم، صدق الطلب في ليلة القدر، ان انت تطلبها بصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان كان على فراشي. رقم 5، الإلحاح في الدعاء، ادعي واخلص النية لله سبحانه وتعالى. اخر حاجة، حسن الظن بالله، بعد كل اللي انت عملت ده كله قول وانا عندي حسن ظن بك يا رب انك هتغنمني ليلة القدر. ربنا يفرج هم اخواننا في سوريا يا رب، ويفرج همنا في مصر، ويجمع المصريين على قلب رجل واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، ونلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكتاب المسلم، لما نقرأ في الكتاب المسلم.